ولد المخلص هللويا اهلا أن المشاهدين ما زلنا في ايام الاعياد اعياد الميلاد المجيد ولاده ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد والعالم بيحتفل في ميلاد المسيح حاليا في التقويم الغربي وسيستمر الى التقويم الشرقي لانه لها أهمية عظمى جدا مش بس إنه المسيح جاء في ملء الزمان مش بس إنه ولد في الوقت المعين ولكن شيء أهم في كل الموضوع ولد المخلص العالم اليوم عم بإن عم بيتألم عم بواجه كل أنواع الآلام كل أنواع التحديات وعم بواجه فعلاً فقدان الرؤيه فقدان الامل فقدان الرجاء وبشكل عام الناس فقدت املها للاسف اقولها برجال الدين فقدت املها برجال السياسه فقدت املها بالصحافه اللي ممكن تعبر عن اسئله الناس وانه فعلا تعطي الاجوبه الصحيحه ولكن كل شيء اصبح مسيس وحتى مؤخرا عم نشوف انه حتى في الرياضة في كأس العالم في كرة القدم حتى منشوف التحيز والتميز ومنشوف طبعا العنصرية والكراهية للأسف مع انه لازم تجمع العالم في وحدة بفرح والسؤال دايما اللي بيطرح نفسه هل من رجاء هل من أمل حاول الإنسان من قديم الأيام الله خلق آدم وحواء بخلقهما يعني بصورة كاملة ولكن بحرية الإرادة آدم اختار أن يخطئ وأن يعصى الله وهكذا دخلت الخطية واجتاز الموت إلى الجميع وتورثنا طبيعة آدم الساقطة ولكن الله لم يترك الانسان في حالته في مرارته اذ يصف الكتاب المقدس حاله الانسان كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والكتاب المقدس يصف حاله الانسان انه ميت بالذنوب والخطايا انه هالك بلا رجاء انه في حاله الضياع وفي حالة العمى الروحي وفي حالة الظلمة. الله طبعا دبر الذبيحة فكرة الذبيحة في العهد القديم وارسل انبياء كثيرون ولكن مرة تلو الاخرى بنشوف انه قلب الانسان مظلم وحاول انه يصل الى الله بشتى الوسائل عن طريق الذبائح عن طريق الشريعة عن طريق الانبياء عن طريق البر والتقوى، عن طريق الاعمال الصالحه وهكذا. ولكن كيف نستطيع ان نرضي الله القدوس؟ كيف نستطيع ان نوفي الحق الالهي الكامل؟ كيف توفى العداله الالهيه والبر الالهي؟ فالله قدوس بار. الله عادل ينبغي ان يدين الخطيه. والانسان توحل وتوغل والخطيه استشرت وتفشت في كل نواحي الحياه فالصرخه القديمه هي الصرخه الحديثه فالانسان يصرخ هل من منقذ هل من مخلص واتذكر في احد السنين احد رؤساء الوزراء في اوروبا صرخ وقال نحن نحتاج الى مخلص نحن نحتاج الى منقذ في هذا العالم، بغض النظر سواء كان الها ام شيطانا، نحتاج الى منقذ. مسكين هذا رئيس الوزراء اذ لم يكتشف انه ولد المخلص هللويا. جاء يسوع المسيح المخلص عند اكتمال الزمن، جاء المسيح ليخلص من الخطيه. جاء المسيح ليفدي من كل إثم جاء المسيح ليحرر من العبودية جاء المسيح ليشهد للحق جاء المسيح ليعطي حياة فياضة فضلة ويعطي أيضا الحياة الأبدية وضمانها يعطي الخلاص الكامل وفي ناس ولسيما في هذه الأيام أيام الأعياد بتصرخ بسبب ظروفها، كثير ناس عم تتألم بسبب الفقر، بسبب الظلام، بسبب الظلم الاجتماعي، بسبب التمييز، بسبب إنه عم بحاول بكل إمكانياته ولكن مش عم بيقدر إنه يخلص نفسه. أحبائي في أخبار حلوة. في أخبار سارة، وهاي الأخبار السارة اللي هي في الكتاب المقدس، اسمع ما يقول الكتاب المقدس في انجيل متى الاصحاح الاول والايه 21 فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ثم ننتقل الى البشاره بحسب البشير لوقا يقول في ايه 79 في الاصحاح الاول: ليضيء على الجالسين في الظلمه وظلال الموت لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام. ثم في ايه 10 ملاك الرب بيتكلم للرعاه. الرعاة اللي كانوا بيحرسوا الرعية الغنم في بيت صحور في حقل الرعاة قريبة من بيت لحم كان كلام الملاك فقال لهم الملاك لا تخافوا فهانا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامه تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود وظهر بغته مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصره احبائي دعونا في بدايه هذه الحلقه اريد ان اتكلم عن يسوع هو المخلص ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير المخلص هللويا لاحظ الكلام لمريم وليوسف أيضا نفس الرسالة يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم أو قول الملاك للرعاة في بيت صحور أبشركم هي أخبار حلوة أخبار مفرحة أخبار سارة أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم فإذا هذا اسمه وهذه طبيعته وهذا هو أيضا عمله أنه جاء ليخلص خليني أبتدي بالقول أحبائي هذه واحدة من الأسماء الإلهية المخلص هو لقب الألوهية للرب يسوع المسيح فجاء ليخلص في اللغة العبرية مشيع يعني المخلص أو ليخلص أو عندما صرخت الناس عندما دخل يسوع أورشليم بانتصاره أو بدخوله الظافر إلى أورشليم هو شعنه آه يا رب خلص الآن طبعا كان كلامهم بيتذكروا اللي حدث مع المكابيين عندما دخلوا أورشليم ليطهروا الهيكل لأنه واحد من حكام السوريين أنتيخوس أبيفيناس في أيام اليونان قدم خنزير على المذبح مما أثار اليهود أو غضب اليهود ودخلوا وطهروا الهيكل وظنوا عندما قالوا خلص يا رب هو شعنا أوصلنا في الأعالي المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة هي كانت رسالة الملاك ولكن أحبائي عندما دخل يسوع ظنوا أنه جاء ليطيح بالإمبراطورية الرومانية لأنه مفهوم الخلاص في العهد القديم هو الخلاص من العبودية الخلاص للحرية الخلاص للاعداء كما فعل القضاه في القديم وهكذا كان يعني بالنسبه لهم الخلاص اي الازدهار السياسي والاقتصادي والحريه والشبع ما شابه ولكن جاء يسوع احبائي ليخلص وهذا الخلاص هو خلاص في الماضي الخلاص من الخطيه خلاص في الحاضر من قوة الخطية من شر الخطية من سم الخطية من لدغة الخطية خلاص في المستقبل اللي هو الفداء توقع فداء أجسادنا عندما يكون الخلاص كامل كما قيل في رسالة روميا الإصحاح 13 من الآية 11 وهذا هذا وأنكم عارفون الوقت انها الان ساعه لنستيقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا، قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور، هذا الخلاص كامل احبائي ماضي حاضر ومستقبل والى الابديه ولكن في هذا الاسم تحمل في طياته الألوهية فالمخلص بحسب العهد القديم هو الرب يهوى يهوى هو المخلص مثلا أحبائي منشوف مثلا أنه هذا هو اسم يهوى في العهد القديم أي أنه يخلص أنا أنا الرب وليس غيري مخلص ثلاثة 43 والآية 11 في هوشع 13 آية أربعة ولا مخلص غيري في إشعية 45 آية 21 أليس أنا الرب وبكمل يقول إله بار ومخلص ثم بنفس الإصحاح يقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس مخلص آخر في إشعية 12 بيترنم إشعياء اي 2 وآية 3 لان ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص فاذا اسم يسوع هو المخلص طبيعته الخلاص عمله ان يخلص من اجل هذا تسمى يسوع من الملاك اي اسم على مسمى تسمينه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم وعلى فكره هذا الاسم يتفرد فيه فقط يسوع المسيح الاسم الوحيد انه المخلص لم نقرا قط عن اي نبئ اخر يطلق عليه هذا الاسم يمكن القضاء قديما كان منقذ او يخلص من العبوديه من الاعداء من الاشرار بالحرب او في توقعات معينه لكن لا يستطيع احد ان يقول انه قادر ان يكون المخلص ان يخلص من الخطيه وان يكون سبب الخلاص وان يكون الهدف للخلاص والدافع للخلاص وان يكون حمل الله الذي يرفع كل خطية في هذا العالم. فإذا الغرض من مجيء يسوع المسيح جاء ليخلص من الخطية، الخطية التي حجبت والتي فصلتنا عن الرب هو خلاص من الخطية التي تهلك والتي توصل وتقود إلى الجحيم. اسمع بعض الأقوال قالت المطوبة مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي في لوقا واحد آية سبعة وأربعين الرسول بولس واحدة من أجمل التعبير عن الخلاص قال بولس الرسول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاه الذين اولهم انا يعني بولس الرسول يقول رغم علمه وثقافته وتدينه وكان فريسي وعبراني ومختوم وكان يعني قمه عصره في الثقافه اليونانيه واليهوديه كان اكثر شخص فهمان الكتاب المقدس ولكن يقول عن نفسه انه جاء ليخلص الخطاه اللي انا على رئيسهم انا على القمه بحط نفسه ان المسيح جاء خصيصا ليخلص بولس الرسول من خطيته هذا الاحساس طبعا هو القلب المثقل بالهموم والخطايا اللي بيشعر انه لا توجد وسيله لا توجد طريقه لا توجد محاوله كل محاولاتنا باءت في الفشل لأن الخلاص هو عمل إلهي أهل السامرة قالوا عن يسوع أو قالوا للمرأة لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم في يوحنا الإصحاح الرابع والآية 42 في بشارة يوحنا صحاح 12 والآية 47 يقول لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم في لوقا إصحاح 19 والآية 10 قال يسوع لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وطبعا الآية الذهبية المعروفة لكثير من الناس يوحنا 3 آية 16 والآية 17 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم فاذا جاء يسوع المسيح ليقدم الخلاص وهذا الخلاص احبائي هو مبادره الهيه لا دخل للانسان في اي يعني شيء فيه تعرفوا بتذكروا لما قال الرب يسوع المسيح من من الاسهل ان يدخل جمل من ثقب ابره من ان يدخل غني الى ملكوت الله؟ فطبعا صعق التلاميذ وبحيره سال الرسول بطرس يسوع: فمن يستطيع ان يخلص؟ قال يسوع الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله لانه لا يستحيل اي شيء على الرب، فاذا جاء ليخلص. هذا الخلاص أحبائي رغم أنه الله اللي أخذ المبادرة وزمام الأمر لأن الإنسان فشل هذا الخلاص غالي وثمين ولكن في نفس الوقت إنه خلاص مجاني أي دفع ثمنه الرب يسوع بدمه الطاهر المبارك على الصليب إذ يقول الكتاب المقدس بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها إن هذا الخلاص ليس فقط مجاني هذا الخلاص هو الخلاص الوحيد ما فيش وسيلة أخرى ما فيش طريقة أخرى ما فيش إمكانية ثانية خلاص هذا الخلاص الوحيد مكتوب عنه في أعمال أربعة عشر وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إنه الخلاص الوحيد وبحسب يهوذا آي 25 مكتوب المخلص الوحيد ثم هذا الخلاص أحبائي هو إرادة الله لكل واحد منا الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هاي غرض الله تعرف كنت بتكلم مع واحد وارتكب خطايا شنيعة وفظيعة لا تتخيلها ولا تتصورها بحسب عاداتنا العربيه وكان سؤاله هكذا هل الرب رح يبعتني على الجحيم قلت له بالعكس الله ما بده يحط ولا اي انسان في الجحيم واراده الله انه ما يرسل اي انسان الى جهنم النار ولكن الله اعطى الفرصه فرصه الخلاص الشخص اللي بيرفض هو اللي بيقود نفسه الى الجحيم ولكن ليس هذه إرادة الله إرادة الله يعني أن نؤمن بيسوع المسيح أن نخلص أحبائي وهذا أحبائي أعطانا فرصة حتى لا نهلك وحتى نؤمن بيسوع حتى يكون إلنا الحياة الأبدية هذه هي إرادة الله تجاه كل شخص بيضع ثقته في الرب يسوع المسيح هذا الخلاص هو خلاص من لعنة الناموس في غلاطية 3 آية 13 مكتوب يعني افتدانا من لعنة الناموس اتصار لعنة من أجلنا أحبائي الناموس يقول ملعون من لا يعمل أعمال الناموس يعني الإنسان بيخلص بحالتين الحاله الاولى ان تطبق الناموس ميه في الميه بحذافيره الكامله لانه ان اعثرت في واحده يسقط الكل فاذا هنا سقطت المعادله لانه ولا اي انسان كامل يستطيع ان يتمم الناموس الا شخص واحد اللي هو الكامل فجاء ولد تحت الناموس ليشرح لنا الناموس وايضا لكي يفدينا من لعنه الناموس اتصار لعنه لاجلنا لنصير بركه ابراهيم، لنصير بر الله، لننال التبني، لنخلص من الغضب الاتي فهذا الخلاص هو من لعنه الناموس لان الناموس مثل مراه تظهر حياتنا على حقيقتنا ولكن الناموس لا يخلص لكن الناموس يوجهك الى انسان كامل هو اللي يعني حفظ الناموس واكمل الناموس شخص واحد وحيد هو الرب يسوع المسيح اللي اخذ مكانك مات نيابه عنك بديلا عنك كذبيح العظيم حتى يفتديك من لعنه الناموس لانه مكتوب ملعون كل من لا يعمل اعمال الناموس شيء اخر هذا الخلاص بالنعمه، والنعمه هي عطيه مجانيه، هي هبه من الله تظهر محبته، تظهر مراحمه، تظهر شفقته، تظهر قلبه المحب، انه هذه النعمه هي عطيه مجانيه بصراحه لا نستحقها ولا بنستاهلها ومهما اشتغلنا مش راح نوصلها ولكن هذه مقدم كعطيه من الله. ثم هذا الخلاص بالإيمان بعمل يسوع المسيح الكامل على الصليب هو اللي عمل العمل حتى أنت أنا نخلص ثم هذا الخلاص هو بدم يسوع المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثم هذا الخلاص أحبائي هو بقوة الإنجيل مولودين بكلمة الحق بقوة الإنجيل كما قال رسول بولس في كورنثوس الأولى 15 أعرفكم بالإنجيل يعني الأخبار السارة المفرحة أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون طب شو هو الإنجيل بكل بساطة سيرة حياة يسوع المسيح، انه يسوع فعلا جاء وأنه مات حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر للتلاميذ هذا ما تؤمن به الكنيسة المسيحية بهذه بقوة الإنجيل مكتوب أنا أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الانجيل ثم هذا الخلاص احبائي بالرب وليس بالانسان لانه مثل ما مكتوب باطل هو خلاص الانسان مزمور 60 ايه 11 ثم هذا الخلاص هو خلاص ابدي يعني مش مؤقت خلاص ابدي ثم مكتوب أحبائي نعمه الله المخلصه لجميع الناس فعلا ظهرت لكي يفدينا من كل اثم تيتوس الاصحاح الثاني وهذا الخلاص ليس بالاعمال مكتوب لا باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس جاء المسيح فاديا جاء المسيح مخلصا جاء المسيح كفاره هذه الكفاره غير محدوده والمسيح هو غير محدود لانه ببساطه لانه هو الله جاء ليخلص العالم كله يهوى يخلص بالعهد القديم يدعى اسمه يشوع مشيع لانه يخلص شعبه من خطاياهم ويفديهم من كل اثم ويحررهم من كل عبوديه يحررهم من لعنه الناموس ويقدم خلاصا ابديا كاملا الى التمام هذا ما فعله الرب يسوع المسيح يقول الكتاب المقدس نخلص بحياته نخلص من الغضب غضب الله في روميا الاصحاح الخامس فاذا نرى ان المسيح جاء ليغفر خطايانا ليخلصنا من الخطيه وجاء المسيح لانه هو واهب الحياه وهو ضامن الحياه الابديه قال يسوع الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه فاذا واهب الحياه وهو ضامن الابديه وهو الذي قال احب اهل دعوه لكل من يسمعني انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى فانه عمل متكامل الخلاص في الحاضر الخلاص من كل الماضي من كل خطايا الماضي والعنايه في الحاضر وضمان الابديه مستقبلا مبتدئا بصيغه الحاضر لان كل من يدعو باسم الرب يخلص لانه كثير ناس بتعقدها اذا انا قلبي مثقل وفعلا صار عندي العطش صار عندي الجوع انه اطلب الرب من كل القلب تصور تستطيع مثل ما يقول الكتاب المقدس لان كل من يدعو باسم الرب يخلص هذه الدعوه على مر الازمان والعصور الى اخر إنسان قبل مجيء المسيح ثانية فإذا نستطيع أن نستكشف ونستشف أن الخلاص هو عطية إلهية الخلاص هو عمل الله الكامل من الألف إلى الياء لا دخل للإنسان فيه ولكننا نضع ثقتنا وتصديقنا إذ نعترف بخطايانا ونتوب عنها ونتركها ونرجع الى الله ونؤمن بيسوع المسيح المخلص اللي مات على الصليب من اجل خطايانا واقيم من بين الاموات لاجل تبريرنا اذا فعلت هذا الشيء احبائي نخلص خلاصا كاملا. يقول الكتاب المقدس لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلاص لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص ندعو باسم الرب فاذا هذا هو ايمان قلبي واعتراف علني وجهري انه انا مؤمن بالرب يسوع المسيح والا كما هو مكتوب في العبرانيين اصحاح اثنين: فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. الرب احبائي ما طلب منا اي شيء اخر الا نحط ثقتنا بعمله الكامل على الصليب لأن الخلاص عطيه مجانيه، خلاص وحيد، خلاص ثمين، خلاص بالنعمه. خلاص بالايمان خلاص بدم المسيح خلاص بقوه الانجيل بقوه هذا الايمان احبائي لان هذا الخلاص له قوه خارقه جباره يستطيع ان ينقذ ويستطيع ان يخلص احبائي اذا عندك اي سؤال او أي استفسار المجال مفتوح يمكنك ان تتواصل معنا ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان ولد المخلص هللويا رح استكمل حديثي بس عاوز اخذ مكالمه من ضيف عزيز اهلا وسهلا ام احمد انت معانا على الهوا اهلا اهلا يا اسيس سلام المسيح على قلوبكم جميعا سلام المسيح معك وكل عام وانت بالف خير كل عام وانت في بركه هللويا وجد المسيح هللويا <تفضل> <تفضل> امين تفضل ام احمد على قلبك تشارك شيء يا <تفضل> الحقيقه انا مش عارفه اشكر ربنا ازاي انه ادانا فرصه نستمتع بهذا العمل العجيب ان ان المسيح يولد من اجلنا انا عايزه اتكلم على التغيير اللي بيحصل للانسان لما بيعرف المسيح فضل. الحقيقه احنا بعد بعد المسيح ما بيدخل قلوبنا بنحس بان تبدل حاجه جوانا، في شيء جوانا اتبدل، الانسان العتيق مات وولد بداله انسان جديد اتبدلت الطبيعه بتاعت الانسان بقينا عندنا صفات جديده، صفات تشبه الملك تشبه ملك الملوك اللي احنا اصبحنا مش عبد عبد لا 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 بقينا شركاء مع المسيح وورثه لملكوت الله فبنكتسب طبيعه جديده وبنتحرر من الخطيه لان ما يقدر يحررنا من الخطيه غير هو المسيح نعم طبعا انا ممتنه وشاكره وعايشه في سلام وفي متعه بقوم الصوت عم بروح اخت ام احمد ام احمد سامعيني يا من فضلك عيد الجمله لانه الصوت راح اه انا بقول اني انا كل يوم بصحى من النوم اشكر ربنا اني اعطاني النعمه وعرفني على الصوت لاني انا فضلت سنين طويله طويله تجيلي من الله وانا ارفضها دلوقتي م. لما في ملء النعمه وفي ملء البركه مع الله مع المسيح يسوع بشكره وبعتذر في نفس الوقت اني انا كنت حرمة نفسي من الموت فعايز اقول ان الناس لما المسيح طبيعه البني ادم بتتغير طبيعه البني ادم بتتغير بنبدا نبقى على بنتحرر من الخطيه ودي اهم شيء إيه يعني في الاول كنا بنقعد نصلي ونصوم ونعمل حاجات ولكن ما عنديش يقين اني داخله الجنه زي ما كنا بنقول عليها جنه ما عنديش ابدا يقين ابو بكر نفسه ابو بكر نفسه اللي هو يعني اول خليفه بعد رسول الله إيه ما كانش امن ان هو يخش الجنه لان هو قال لو لو في ايدي تمره ورجلي بره ورجلي جوه مش هامن اني اخش الجنه فانا دلوقتي انا واثقه انا رايحه فين انا واثقه اني يعني انا رايحه المكان اللي فيه المسيح المكان اللي فيه المسيح ده بالنسبه لي هو الجنه بالنسبه لي انا هو الجنه فانا علي بالنسبه للتغيير اللي بيحصل اللي نفسي نفسي اتمنى من كل الناس تدي نفسها فرصه ان هي تشوف وتستمتع بهذا التغيير حقيقة يا في حاجه جوه البني ادم بتتبدل بتتبدل في قطعه بتتشال وبتتركب مكانها قطعه جديده بنتحرر من اي عبوديه مش حاجه متسلطه عليك انت عايش مشترك في طبيعه المسيح بتاخد من صفاته فدي نعمه ما بعديها نعمه نعمه محسساني ان انا اوكي اوريدي مع المسيح هناك انا خلاص انا اوكي دلوقتي مع المسيح مكان ما المسيح موجود انا معاه ففي سلام في فرح في سعاده اتمنى كل الناس تحاول تدي لنفسها فرصه تدي للمسيح فرصه لأنه هو واقف على الباب ويقرع مش هيدخل ابدا ابدا غير لما انت تفتح الباب برضاك تقول له تفضل هيدخل ويتعشى معاك فيعني متعه آمين. انا بشكر آمين. المسيح من كل قلبي وطبعا صلواتكم دايما صلواتكم ان احنا ننمو زياده في الايمان ونفضل محافظين على روح المسيح جوانا لان احنا اصبحنا هياكل للمسيح ودي نعمه آمين. كبيره يعني ما نستحقهاش اكيد بس هو اختارنا إنه يسكن فينا وانا بشكره من كل قلبي امين شكرا كتير ام احمد آه كل سنه وانت سالمه ربنا يحميكي وربنا يباركك ولا في هذا العيد اهلا احبائنا مره ثانيه كنا بنسمع لام احمد وخلينا اقول أن هذا الخلاص فيه بركات ولكن فيه نمو واستمراريه يقول كتاب انمو في النعمه وفي معرفه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ولكن عندما تؤمن بالرب يسوع المسيح يحدث عدة أمور بتتحرر من الخطية ومن العبودية الرب أعطاك طبيعة جديدة مثل ما سمعنا من أم أحمد صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة فإذا تخيل أنه إحنا صرنا شركاء نشترك في طبيعة المسيح مش بس حررنا من الخطيه صرنا ابناء وبنات للرب فاذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح اصبحنا ابناء اصبحنا بنات للرب واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه مش بس صرنا اولاد وبنات للرب اصبحنا خليقه جديده مكتوب اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا مش بس هيك احبائي نلنا يقين الخلاص يعني صار عندنا ضمان الحياه الابديه ويقينها في الحاضر لان هذا هو وعد المسيح لكل من يؤمن به ويقبله ويتبعه كربا ومخلصا على حياته طبعا احنا في امتيازات كثيره منها نلنا السلام في الرب والمصالحه مع الرب ونلنا التبرير والتقديس والتمجيد وكل البركات الحلوه اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس ولكن هذا الخلاص مثل ما ذكرت له قوة قال رسول بولس في رسالته إلى الرومية صح الأول والآية 16 قال لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله من إيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى هذا الخلاص له أبعاد ومزايا كثيرة هذا الخلاص هو الخلاص الأخبار السارة يعني أعرفكم بالإنجيل فالإنجيل هو الأخبار السارة البشرة الحلوة انه خلاص ما عدناش رايحين على جهنم صار لنا حياه ابديه بالمسيح يسوع ربنا بلوقا الاصحاح الاول مكتوب خلاص من الاعداء في اي 71 نعبد الله بخوف يعني نعبد الله بدون خوف من الاعداء لانه حتى في اماكن كتير للاسف حتى العباده عليها ضغط كثير لا تستطيع انك تقرا الكتاب المقدس لا تستطيع انك تتكلم من الكتاب لا تستطيع ان تترك دينك لانه في طبعا عواقب انك تترك دينك يعني الانسان مضغوط عليه ومضغوط على حريته انه يختار اي ايمان يريد فيه الخلاص من الاعداء ولكن يوم من الايام الرب يسوع عندما ياتي ثانيه راح يكون خلاص ابدي على الارض احبائي خلاص يعني ملكوت الله بيكبر والكنيسه فعلا بتمتلك والله بيكمل عمله في حياه المؤمنين فبالنسبه للانجيل لبولس انه ما كانش خجلان هذا الانجيل هو انجيل الله انجيل ابن الله انجيل المسيح هذا الانجيل احبائي اللي فيه بشائر مثل متى ومرقس ولوقا ويوحنا تعليم المسيح سيرة حياة يسوع المسيح ولكن الأهم الأخبار السارة أن المسيح مات من أجل خطايانا وأنه دفن والمسيح حي هزم الموت وقام أقام نفسه وهذا ما يتميز به يسوع المسيح وهذا الخلاص أحبائي كان بحث الأنبياء كان بحث العلماء كان بحث الفلاسفة يعني لا يسعني أقول مثلا الفيلسوف أبيكتيتوس بيسمي الخلاص مستشفى النفوس المريضة لما كان بيقدم محاضراته للتلاميذ تعليم أبيكوريوس اللي كان بيحاربها بولس في أعمال 17 ولكن بيتكلم عن دواء الخلاص سينيكا اللي هو كان معاصر للرسول بولس قال نحتاج يد ترفعنا إلى أعلى وهي الصرخ حتى هذا اليوم الناس عم بتقول نحتاج إلى يد ألم يقول الكتاب أنه خلصت يده ويمين ذراعه فالله هو المخلص هذا الخلاص أحبائي من عدة أمور وأقولها سريعا هي الخلاص من الأمراض الجسدية والنفسية أحيانا في البشائر بيقول إيمانك قد خلصك أو يستخدم الكلمة إيمانك قد شفاك إنه شفاء من الأمراض الجسدية والنفسية إنه الخلاص إنه النجاة من الخطر يعني لما صرخ بطرس يا رب نجني يعني خلصني أنقذني خلاص من الخطر خلاص بيمنح الامان والاطمئنان والضمان في وسط الخطر الانسان بيكون عنده سلام مش خايف شو عم بيحدث في وسط العواصف الهوجاء هو خلاص من الخطر ثم هذا الخلاص هو خلاص من العدوى خلاص من العالم الـ 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 الاعوج والشرير يعني بقول نخلص من العالم الملتوي الاعوج والشرير صرنا طبيعه جديده شعب مميز للرب خليقه جديده الطبيعه الجديده الطبيعه الالهيه هاي البذره ترفض الطبيعه الفاسده القديمه الشريره فالروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح وكلاهما يقاوم احدهما الاخر هذا الخلاص هو الحفاظ من هذا العالم الفاسد الشرير ثم الكتاب يتكلم عن الخلاص من الهلاك الخلاص من الضياع لان ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك هذا هو غرض المسيح السارق لا يأتي إلا ليسرق يعني الشيطان الإرهابي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويقتل قال يسوع أما أنا أتيت ليكون لهم حياه وليكون لهم افضل عاوز يرفع من قيمه الانسان من مستوى حياه الانسان عاوز من خلال الحريه يطور امكانياته فعلا يعيش الحياه الفضله الفياضه المليانه في بركات يسوع المسيح هذا الخلاص من الضياع ثم احبائي مثل ما قرانا ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب هذا الخلاص من الخطية والخلاص من الخطية هو سبب كل المآسي كل المشاكل لأنه حتى الخطية استشرت وتفشت واستفرست في حياة الإنسان حتى فكره صار مظلم حياته مظلمة صارت الناس تشوف الأمور بالمقلوب الخير شر والشر خير، النور ظلمه والظلمه نور، المر حلو والحلو مر، انقلبت المقاييس، انقلبت المعايير، الانسان عم بيتاثر في كل المناخ الروحي الشرير الفاسد عم بياثر على كل نواحي الحياه، من اجل هذا العالم لا يحتاج الى رجال اصلاح ولا الى رجال دين ولا حتى إلى رجال سياسة ولا إلى أي نوع آخر من الرجال العالم بكل بساطة يحتاج إلى يسوع لأن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد هو المخلص الذي يستطيع أن ينقذنا من العبودية من الخطية مش معناته أن الحياة بتصير أفضل لا ولكن عندك سلام في وسط الأمواج في وسط الخطر في وسط الظروف الصعبة الرب معنا، عمانوئيل الله معنا بخلصنا من الخطية، هذا الخلاص هو التحرير من العبودية، من قساوتها، من شراستها، من نجاستها، من تعاستها، من قساوتها، تحرير من العبودية حتى نصبح أولاد وبنات الرب بالتبني، صرنا أولاد الرب. عشان هيك الشيطان بحارب عقيدة التبني لأنه هي العقيدة الراسخة الأصلية في الكتاب المقدس إنه الله بحبك الله يريد أن يكون في علاقة حميمية معك أراد أن يسترد الصورة المشوهة اللي تشوهت في آدم لكن آدم الثاني الأخير جاء ليسترد هذه الصورة لنكون على صورته لنتمتع بطبيعته لكي نشترك في قداسته ونشترك في ألامه ولكن أيضا نشترك في مجده هذا الخلاص هو خلاص من غضب الله لأن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم فإلحق حالك الرب يسوع الجاي إذا رفضت المسيح هو سينكرك وسيرفضك وهون عاوز اكلم كل الناس اللي بتبيع يسوع المسيح بابخس الاثمان بخطيه برفض بزواج غير شرعي بطلاق غير شرعي بخوف انك تغير دينك بعدم ايمانك الصحيح بمسيحيتك الاسميه بالمسايره بالتهادن والمساومة على حساب الحق الكتابي قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ما فيش طريق تاني ما فيش خلاص تاني إلا من خلال يسوع المسيح خلاص من غضب الله بدون الخلاص أحبائي سيواجه الإنسان الدينونة وهو خلاص أبدي يكمل بعد الزمن في آيات كثيرة طبعا تتكلم عن هذا الموضوع على أنه هو خلاص من الشر من الفساد من الأعداء من الخطية ولكن هذا الخلاص هو خلاص الفداء الكامل أي حتى أجسادنا تأخذ أجساد نورانية ممجدة غير قابلة للحزن ولا الخطيه ولا الالام ولا الموت والحزن لا يكون بعد لان الله سيمسح كل دمعه من عيونهم ونكون مع الرب كل حين فهذا هو الغرض احبائي من مجيء الرب يسوع المسيح ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل اهلا احبائي سال الرسول بطرس ربنا يسوع المسيح بصعقه فإذا من يستطيع ان يخلص ولقد سال سجان فيليب بولس اسيلا قال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص والشاب اللي سأل يسوع المسيح: ماذا أعمل لإرث الحياة الأبدية؟ قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وكان رد بولس وسيلة لسجان فيليبي: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وانا مشغول احبائي في ختام هذه الحلقه اصلي من اجلك ومن اجل عائلتك تخيل الرب ما عقدها قال لان كل من يدعو باسم الرب يخلص وقال ايضا التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس مخلص اخر تخيل انظر نظره الايمان إلى الرب يسوع المسيح هذه النظرة مش راح الرب يخزلك نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل في القديم نظروا إلى الحية النحاسية كل من نظر إليها يحيا في العهد الجديد قال يسوع كما رفع موسى وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه عم بتمر في ظروف صعبه في هذه الايام صار عندك خزلان عيد بروح وعيد بيجي عندك توقعات كثيره واصيبت بالاحباط والفشل عندك يمكن احساس بالفشل بسبب زواجك عندك خوف على اولادك وعلى بناتك يسوع الذي ولد المخلص الذي ولد في بيت لحم صلاه اليوم ان يكون ميلاد جديد في حياتك هي بكل بساطه ان تدعو يسوع الى قلبك وحياتك وان تتوجه ربا وملكا على قلبك وعلى كيانك هي نظره ايمان يعني الله لا يريد ان يهلك انفس الناس مكتوب ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا يا رب انا بصلي اليوم ان كل نفس ما قبلتك او متشككه في حياتها الابديه بصلي اليوم انك تكتب اسماء في سفر الحياه وتعطي الثقه واليقين انك اعطيت حياه ابديه وضمان الحياه الابديه بصلي يا رب كل من يشاهدني اليوم يدعو ويقول يا رب سامحني على كل خطيه توبني فاتوب بصلي يا رب اليوم انه يقبلوك يدعوك يا رب يسوع تعال الى قلبي والى حياتي بالايمان حتى تكون مخلصي واتوجك رب وملك على قلبي وحياتي بالنعمه اعطيني اعيش لك وامتلئ من الروح القدس واشهد عنك بصلي اليوم من اجل بيتك من اجل اولادك من اجل بناتك الرب يعطيك الرجاء والامل ان لا تفلت نفس من عائلتك وهذا العيد يكون عيد فرح خلاص نفوس كثيره بالذات من عائلتك في اسم الرب يسوع اللي له سلطان هذا الاسم انه يغير ويتمم ويحقق مقاصد الله كل من يدعو باسم الرب يخلص شو رأيك اليوم ترفع يدك تقول له يا رب أنا بدعوك خلصني اليوم من الخطية واعطيني الحياة الأبدية إذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا ومنحب نسمع منك لأنه منحب نتابع معك حتى تنمو كمان بالنعمة تنمو في دراسة الكلمة تتشدد وتتقوى ويصير عندك الثقة وأنه الله يباركك واحده من الامتيازات انه صار في علاقه صار في استجابه الصلاه السماء مفتوحه لك والله بيستجيب دعائك وصلواتك لانه مسيحنا حي ولد المخلص هللويا فاستقبلوه في هذا العيد والرب معكم